قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. وأحاط بي الأشرار فأخرجت أقوى سلاح لدي. بو! ما هذا السلوك؟ لماذا تلقي بغلاف البسكويت على الأرض؟ أنتما غاضبان لأنني ألقيت غلافاً صغيراً؟ بل لأنك ألقيت بمهملات على الأرض. دورنا أن نحافظ على نظافة المدرسة. خلف تلك الشجرة توجد عشرات الأكياس التي رميت بها منذ زمن ولم ينتبه عامل النظافة لوجودها. أود أن أخبركم أن عامل النظافة الذي يعمل في المدرسة أصابته وعكة صحية ومنحناه إجازة اليوم، ولأنه من أهم الأشخاص الموجودين في المدرسة ودوره مهم جدا، فقد قررت أن أعطيكم فرصة لتساعدوه. ماذا؟ عمل رائع يا أولاد. أخبروني، هل شعرتم الآن بمدى أهمية نظافة المدرسة؟ نعم، وعرفنا أنه لا يمكن لنا أن نستغني عن جهود عامل النظافة التي تجعل حياتنا أفضل. رائع. أين سامي يا ترى؟ إنه يقوم بتصحيح أخطائه التي فعلها في الماضي. ليتني كنت أرمي القمامة في سلة المهملات أولاً بأول. أنا المخطئ.